كاين فضول الكلام وكاين عندنا فضول النوم كثره النعاس أم ناعسة يا عباد الله من نهار عقلنا وحنا ناعسين وما بغيناش نشبعوا اتكلموا عن نفسي راه غريبه صاحبي غريب وعجيب كيفاش ان الانسان تتقول ليه اليوم الباترون رئيسك في العمل راه تيقول لك الا جيتي نهار الحد تخدم والاصل ان الحد كيكون عندك اجازه اسبوعيه الا خدمتي نهار الحد شحال كيحسب لك الباترون اما كيحسب لك 100% زايده الا كنتي بلاصه اخرى يقدر يحسب لك 50% على حسب قانون الشغل والقانون الداخلي ديال المؤسسه اللي انت فيها لازم تيجي وتيخدم تيقول لي ام ما تبغي تخدم نهار الاجازه وتعوضه بنهار اخر من اختيارك او لا تخدم نهار الاجازه وما تعوضوش نهار اخر ونزيدك في الخلصه كيقول لك نخدم نهار الاجازه وديك الساعه كيعزل شنو بغى وشنو ما بغاش اجور ماديه بحته وسيدي ربي في كل ليله ينادينا في اشرف الاوقات وهو الغني عنا ولا يحتاجنا الباترون ديالك في الخدمه راه يحتاج اليك علاش قال لك ازيد جيد الخدمه سيدي ربي لا يحتاج بل نحن احوج يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد وفوق منها ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز سبحانه جل جلاله يعني ومع ذلك النداء الرباني في كل ليله قبل من الفجر هل من سائل فاعطيه هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له هل من هل من هل من ولا يلبي النداء الا من رحم ربك وقليل ما هم فضول النوم تتنعس من 12 ديال الليل حتى لربعة الصباح وتنوض تصلي الفجر تعاود عاوتاني ترجع تنعس معاش غتفيق فلان ما يبرزتني حتى واحد اليوم راه ما خدامش حتى لين حتى ل 12 واه من 12 حتى لربعة ربعة السوايع عاود رجعتي عاوتاني تكيتي نعستي مع الخمسة ونص ديال الصباح وضربتي عشرات السوايع عنتر بنو شداد شنو انت شنو كنخمروا فيك ولا شنو وملي كيفيق كتقول اش غدير كيقول لك نتكى شويه الناس اللي كيقولوا فضول النوم راه كيزيدوا غير شويه حنا راه ما فتنا فضول النوم صار النوم عندنا اصلا والنوم قس عليه اما النوم البدني ولا حتى النوم العقلي وتحاك لنا المصائب ونغط في النوم ولا حول ولا قوه الا بالله